تكلفة الإرهاب مقاربة مصرية شاملة، هذا هو العنوان الرئيسي للندوة الفكرية التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية لتدشين مشروع بحثي غير مسبوق حول التكلفة الاقتصادية والاجتماعية وكذلك السياسية والثقافية للإرهاب في مصر بمشاركة نخبة من كبار الباحثين. الإرهاب مش مقصور على دولة واحدة، ولكن بيصدر من دولة لأخرى. عشان نقدر نناهض هذا الإرهاب هو ليس فقط من الجانب الأمني أو الديني، ولكن من الجانب الفكري. فالإرهاب المادي بيتم التصدي ليه بأوجه عديدة. الإرهاب الفكري هو أيضا من أخطر أنواع الإرهاب، وهو بينمو بشكل عنقودي مش مركزي، بينتشر فيما بين الشباب، وفي وقت مصر بتنهض فيه ويعني بتبذل قصارى الجهود للاستثمار في البشر. البحث بيقوم لأول مرة بالدخول في المناطق الشائكة اللي هي ربما لم يتناولها الدراسة أو البحث خلال الأوراق التي كتبت من قبل في معالجة ظاهرة الإرهاب التي تعد هي الظاهرة الأخطر، وهي الظاهرة التي لازال العالم يعاني منها ويتكبد العديد من الخسائر في مسارات عديدة ومتنوعة. الندوة الفكرية التي عقدت لتدشين المشروع البحثي حول تكلفة الإرهاب جاءت في ظل المعالجة الشاملة لتلك الظاهرة التي عانت مصر منها منذ عدة عقود، حيث تركز المحاور النقاشية في الجلسات التي شملتها الندوة على النتائج الأولية للبحث وسبل واستراتيجيات المواجهة والتصدي لتقوية دعائم الدولة الوطنية الحديثة، وكذلك باب الإرهاب الذي يستهدف تدمير الدولة بسلطاتها ومؤسساتها والمجتمع بمكوناته وحركية مواطنيه المدنية والسياسية، وهو الأمر الذي مثل تهديدا وجوديا لمصر ووضعها في قائمة الدول الأكثر تعرضا للإرهاب، خاصة مع بلوغ الإرهاب ذروة نشاطه في عامي 2014 و2015. غياب جهد كافي من باحثين مصريين عرب من المجتمعات المسلمة في دراسة هذه الظاهرة، ليس فقط بالمحاجاة السياسية لكن أيضا بتشريحها وتحليلها بكافة أبعادها، هذا الغياب حرمنا من تقديم سرديتنا عن هذه الظاهرة برغم مركزيتها في تطورنا الفكري والاقتصادي والاجتماعي والسياسي. ده دفع الدولة المصرية انها تكون من اوائل الدول في العالم، مش بس من اوائل الدول في المنطقة العربية او في الشرق الاوسط، انها تعد ميزانية خاصة لمكافحة الارهاب، على اعتبار ان الحق في الحياة هو اسمى الحقوق. احنا طول الوقت بنتعرض لهجوم غير مبرر من المنظمات الدولية ومن بعض الدول الاوروبية بمقولة ان احنا في اثناء مكافحتنا للارهاب بنتعرض للحياة الخاصة للمواطنين او حق الحياة، لكن حقيقة الامر الارهاب نفسه هو ضد الحق في الحياة اللي لا يعلو عليه حق من الحقوق اللي وقعت عليها مصر في الاتفاقيات والمواثيق الدولية. الندوة الفكرية تهدف إلى تعميق الحوار حول المشروع الذي يستهدف الإحاطة بالتأثيرات السلبية لظاهرة الإرهاب، انطلاقا من فهم عميق لظروف مجتمعاتنا، وكذلك مناقشة الإرهاب برؤية أكثر اتساعا من الدراسات السابقة، بحيث لا تقتصر المعالجة على الهجمات العنيفة التي تقوم بها جماعات مسلحة فقط، وإنما تشمل أيضا منظومة الجماعات المتشددة والأيديولوجيات والقيم المتطرفة. تدشين المشروع البحثي لمواجهة الإرهاب في مصر هي خطوة هامة يستطيع من خلالها الخبراء والمختصون تحديد أسباب الإرهاب وتوصيف الأساليب المثلى لمواجهته بوصفه أحد أكبر التهديدات لأمن وسلامة الأوطان. كريم صبري، ETC.